مشهد مبهج إلى أبعد الحدود، اللقطة الأكثر بهجة بالنسبة لي. مواطن مصري محترم الأستاذ أحمد السيد، عنده 73 سنة. طب ليه بذكر العمر؟ لأنه ده كمان يفهمك ويفهمني أن المسألة مش متعلقة بإحنا كبرنا فنكبر دماغنا، أو خلاص يا جماعة إحنا كبرنا فنترك أي أمر لا نعلق عليه ولا نشارك فيه، حتى وإن كان حدثا ضخما زي الحوار الوطني، وأنه البركة بقى في الشباب وهم يروحوا ويتكلموا. لا، أستاذ أحمد خد بعضه وقرر أنه يشارك في الحوار الوطني وألقى كلمة في الحوار الوطني. ومش عايز أقولك النهاردة هذه الكلمة تحديدا لقت استحسان عامل إزاي وتصفيق حاد من الجميع دون استثناء واحد يذكر، من غير استثناء. اتكلم على إيه؟ هقولك، ولكن أو تعال نشوف ونرجع نكمل الكلام أحسن. النهاردة بمنتهى السهولة دخلوني اللجنة اللي أنا قلت لهم عليها، اللي أنا حضرت فيها الاجتماع بمنتهى السهولة، البيبان كلها مفتوحة، وقلت اللي عندي. بصفتك إيه؟ أنا بصفة مواطن مصر مانيش منضم لأي حزب، وكذا مرة لما غابوا علشان يندهوا اسمي أقول للمنظمين أنا مش منضم لأي حزب، هو اللي لوحده ده يعني مش هيكلم، يقولوا له حاضر لحد ما تنادى اسمي. انا طبعا سعيد ان انا يعني لقيت باب مفتوح وقلت اللي عندي، وقلت بمنتهى. انا صاحي من الفجر عشان اجي هنا من مديريه تحرير بحيره، اصحى من الفجر وجيت هنا كنت اول الناس، وعلى استعداد انا في المجتمع ده اقعد 48 ساعه ما نمش، وصحتي انا 73 سنه اقسم بالله العظيم وصحتي ما تتاثر، ومعايا علاجي في شنطتي. اهم حاجه حضرتك اتكلمت فيها النهارده، انا اتكلمت في اني انا عايز ببان مفتوحه المسؤولين من اول رئيس الوحده المحليه لحد المحافظ لحد الوزير، يعني الوزير يحدد كل يوم في الشهر، والمحافظ يوم في الشهر، الوحده المحليه يوم في الاسبوع، اي وزير، كل الوزراء وكل رؤساء مجالس المدينه وكل المسؤولين يحدد الوقت اللي يناسبه لمقابله الجمهور. اللي عنده مشكله يحلها له، عنده اقتراح كويس ياخد بيه، ويبقى من هنا في صله بين المواطن وبين المسؤول. وفي الجمهوريه الجديده لازم نتغير، والبيبان المقفوله دي تتلغي. لا فض فوق، الله اكبر. في حد يختلف على الكلام ده؟ سياسة الباب المقفول لازم تنتهي في الجمهورية الجديدة. أنا عايز سياسة الباب المفتوح من أول رئيس الوحدة المحلية للمحافظ للوزير مرة في الشهر. اسمعونا، اسمعوا خلق الله، اسمعوا المواطنين، لعل يكون في عندي شكوى، لعل يكون في عندي فكرة أو اقتراح وينفعك وتاخد بيه.